بيبتدي الفيلم قبل 3 شهور من دلوقتي مع مايك الشرطي الصيني وهو مع زميله ريان في الشارع، وكانوا بياكلوا بيتكلموا شوية عن علاقة أهله الصينيين مع نسايبه السود أهل خطيبته كانداس، وبيقول مايك لريان إن كل حاجة هتمشي كويس، وبيبقى متحمس إنه هيتقابل مع أهل خطيبته وأهله كلهم يوم الجمعة. بس مرة واحدة بيشوفوا مجموعة من الشباب المراهقين السود، فبيروح ريان ومايك يسألوهم عن مدرستهم، فبيرد عليه واحد منهم إن هم خلصوا مدرسة، فبيشكوا فيهم لأن هم شايلين شنط على ظهرهم، ولما بيسألوهم عن اللي في الشنط بتاعتهم فبيقولوا لهم إنها مجرد كتب، لكن مايك وريان مش بيصدقوهم لأن كلامهم بيتغير، وقالوا بعد كده إن هم كانوا في المدرسة. وخلال جدالهم مع بعض بيجري واحد من الشباب السود فبيطردوه مايك وريان، ولما بيدخل عمارة بيطلعوا وراه علشان يمسكوه، وبيكون مايك قريب من مكان الشاب الأسود قبل ما يهرب، فبيطلع المسدس بتاعه علشان لما يشوفه يخوفه ويوقفه. بس فجأة بتيجي طلقة في الحيط فبيتخض مايك لأنه ما كانش يقصد يضرب نار، وفي نفس الوقت بيسمعوا صوت ست بتصرخ، ولما بيوصلوا عند صوت الست دي في شقة قريبة منهم وبيفتحوا الباب بيشوفوا شاب أسود مرمي على الأرض ومضروب بالرصاص، وبيبقى بينزف جامد وفاقد الوعي، وأمه بتبقى جنبه منهارة، فبيتصدم مايك وبسرعة بيحاولوا يساعدوه ويسعفوه. وبعدها بنشوف مايك وهو في الشغل ورئيسه بيقوله يروح يغير هدوم الشغل ويكون بكرة موجود علشان مندوب الاتحاد هيتكلم معاه، وفي الحمام بياخد مايك دش وبيبان عليه التوتر وبيلبس هدومه العادية وبيرجع لبيته، ومامته بتقعد تلوم ان هو اتأخر وما اتصلش بيها، ولما بيدخل الحمام بيتعب ومعدته بتوجعه، فبتقوله مامته ان ده بسبب الاكل اللي بياكله من الشارع. وبينزل مايك من بيته علشان يروح عند بيت حبيبته وبيقضي الليلة معاها ويحكي لها اللي حصل. والصبح بتهون كانداس حبيبته عليه وبتقوله ان هو لازم يحكي لاهله، وبتكون مش حابة تروح شغلها علشان تفضل معاه، وبتسأله لو ممكن تحكي هي لباباها، فبيقول لها ان هو هيقابله في القسم لان عنده ميعاد مع مندوب الاتحاد. وفي القسم بيقابل مايك الشرطي بيل واللي بيكون والد كانداس، وبيبقى عارف كل اللي حصل وبيقف جنبه وبيأكد عليه مقابلتهم العائلية يوم الجمعة. وخلال مقابلة مندوب الاتحاد بيتكلم مع مايك وريان وغلطتهم الكبيرة اللي خلت الرصاصة تخترق الحيطة وتصيب شاب بريء، وبيقول لمايك ان من حظه ان الضرب بالنار من خلال حيط مش بيثبت نية اللي بيضرب عن قصد او لا، وبيقرر يوقفهم عن الشغل لمدة أسبوعين، وبيعرفهم إن الخبر انتشر على كل المواقع، لكن بيطمن مايك إنه هيقدر يشتغل تاني قريب، وبينبهه ما يتكلمش مع الصحافة. وبالليل على العشاء في بيت مايك بيتردد يقول لأهله على اللي حصل، لكن بيقرر إن هو يحكي لهم، فبيتصدم باباه وبيسأله لو هو نفس الشاب اللي مات والأخبار من الصبح قاعدة تتكلم عنه، فبيقول له آه، ومامته لما بتعرف بتحاول تدعمه وتطمنه، ولما بيدخل أوضته بيفضل قاعد على الإنترنت يشوف أخبار الشاب جوردن اللي قتله من غير قصد، وبيتكلم في الموبايل مع كانداس وبيتفقوا ينزلوا يروحوا الجنازة مع بعض. وبيشوف مايك لما بيوصل الجنازة صور لجوردن وبيبان فيها إن هو شخص متعلم وكويس، ومامته بتكون في غاية الحزن على ابنها. وبعدها بيوصل مايك كانداس لبيتها وبيحس إنها متعاطفة معاه، فبيقول لها إنه ما كانش يقصد يقتله، وهي بتفهمه وبتكلمه عن معاناة السود مع الشرطة طول الوقت، وبتقوله إنها على طول بتخاف على باباها يحصل له حاجة، وإن مامتها سابتها وتخلت عنها لأنها ما استحملتش إن بنتها يكون لون بشرتها أسود، وبتفضل تحسسه إنها عارفة إنه أكيد ما كانش يقصد الحادثة. وبيقعد هنا مايك وبيبقى متأثر باللي بيحصل، وبيروح له ريان وبينصحه إن هو يحاول يخرج نفسه من حالته دي لأن دي كانت مجرد حادثة، فبيقول له مايك إن هو قتل شاب في نفس سنهم وبيكون صوته عالي وهو بيقول كده، فبيحذره ريان إن هو ما ينفعش يفضل يقول إنه قاتل لأن محدش يعرف تفاصيل اللي حصل. ولما بيرجع مايك البيت بيفضل يشوف الكلام اللي مكتوب عنه على الإنترنت وبيتضايق طبعا، وللأسف الموضوع بيزيد أكتر، وتاني يوم بيعملوا السود مظاهرات بيطالبوا بيها بالعدالة وفي حق جوردن قدام الاتحاد، وبيكون مايك عند مندوب الاتحاد اللي بيطمنه إن المظاهرات دي مجرد عرض وإن مفيش شرطي يتحاسب من 12 سنة، وبيطلب مايك إن هو يتحقق معاه لأنه عايز يحكي اللي حصل في التحقيق، لكن المندوب بيقوله إنه مش هيقدر يستحمل اللي هيحصل له وقتها، وبيطلب منه يروح لبيته. ولما بينزل مايك من عنده بيغطي راسه علشان محدش يعرفه، بس بيقابله واحد من اللي عاملين مظاهرة وبيكلمه بعصبية على إنه متهم، وبيتجمعوا عيلة مايك وكانداس في البيت على العشاء، وبيتكلم مايك مع أخته في المطبخ واللي بتكون عايزة تساعده، فبيعرفها إن الموضوع بسيط وهيتحل قريب. وعلى العشاء بيقول والد مايك للشرطي بيل إن مايك هيتعلم منه حاجات كتير وبيتمنى
ان هو يساعد ابنه، وبيجي اتصال لمايك من مندوب الاتحاد انه صدر قرار بالتحقيق معاه لان القضيه اتطورت وبقى متهم قصاد المحكمه. فبيتصدم مايك بس بيطمنه المندوب انه هيدعمه، وبتوصل رساله للشرطي بيل ان مايك هيتوقف عن العمل وهيتحقق معاه، لكنه مش بيبين اللي عرفه وهو قاعد مع اهل مايك. وبعد العشاء بيبلغ مايك أهله إن تم اتهامه، فبتقوله مامته إنها ما كانتش عايزاه يكون شرطي أصلاً وبتبقى قلقانة عليه جداً. وتاني يوم بيوصل المندوب لبيت مايك ومعاه واحد من مجلس الاتحاد، وبيقعد معاه وبيعرفه إن هم وصلوا مع المدعي العام لاتفاق، وهو إنه لو اعترف بالتهمة ويقول إنه ما كانش يقصد يقتله هتقل مدة المحاكمة لتسع شهور. فبيتعصب مايك وبيقول للمندوب انت قلتلي ان الموضوع بسيط، فبيقوله المندوب انت لازم تواجه الحقيقة وهي انك متهم بالقتل العمد. وبيروح بيل يقابل المدعية علشان يقنعها ببراءة مايك وان هو شخص كويس هو واهله وانه ما كانش عنده نية للقتل، لكنها بترفض كلامه وبتقوله ان مايك لازم يتحمل نتيجة غلطته. وعشان بتكون عارفة بعلاقة بنت بيل مع مايك فبتفتكر ان هو بيحاول يساعده علشان بنته. وفي المحكمة وبحضور اهل جوردن ومايك بتقول المدعية ان اذا مايك اعترف بذنبه هيتخفف الحكم عليه، ولما القاضي بتسأل مايك بيقول ان هو غير مذنب، وبيحصل جدال في قاعة المحكمة بسبب انكار مايك بان هو غير مذنب. وبعدها بيروح مايك مع اخته وحبيبته لمحامي وبيفهمه المحامي انه ما يتكلمش مع اي حد في الحادثة، وبيسأله عن شهادة ريان زميله لانه كان معاه وقتها. فبيقول مايك ان ريان هيكون في صفه، وبيقول المحامي المايك انه هيعرضه على دكتور نفسي لان ده هيكون في صالحه، وبيعرفه ان الاعلام ضده وبيهاجمه. فبيطلب المحامي من مايك ان هو يعمل مقابلة متصورة مع اهله وخطيبته وينزل صورهم كدليل على انه مش شخص عنصري وبيحب واحدة من السود، وده هيدعم موقفه وشكله. وفي بيت مايك بيجهز هو وعيلته لتصوير المقابلة، وبتكون كانداس مترددة بس مش بتعبر عن إحساسها، وبيلاحظ مايك شعورها ده وبيروح يتكلم مع المحامي إنه قرر ما يطلعش أهله وخطيبته في تصوير المقابلة. فبيحذروا المحامي إن هو بيتصرف غلط وإن هما بس بيحاولوا يبعدوه عن دخول السجن، لكن هو بيصر على رأيه. وهنا بيتكلم ريان مع مايك عن القضية وبيهون عليه ريان وبيقوله إن هو هيسنده في كل الأوقات. وبيتمشى مايك بالليل في الشارع وبيحس إن في حد ماشي وراه، وبتكلمه كانداس تطمن عليه وبيلاحظ إن لسه الشخص ده وراه، فبيدخل هايبر كبير علشان يهرب منه. وبعدين بيروح محل أسلحة وبيشتري مسدس وبيقدم للبياع فلوس كتير لأنه مش معاه رخصة تسمح له يشيل سلاح، ولما بيروح البيت بيخبيه علشان محدش من عيلته يشوفه. وبالليل وهو في أوضته بيسمع صوت حركة فبيبص من الشباك وبيشوف الشخص اللي كان بيراقبه، فبياخد المسدس وبينزل وراه لكنه مش بيلحقه لأنه بيهرب. وبتقلق عيلة مايك وبيقوم بابا يشوف مصدر الصوت وبيلاقي ابنه بره البيت. وبعدها بيقرر مايك ان هو يبعت اهله عند اخته علشان يحميهم من اي اذى. وتاني يوم الصبح بيروح مايك للدكتورة النفسية اللي اقترحها المحامي بتاعه، وبتتكلم معاه عن نظرته للسود وبيقول لها ان عمره ما كان عنصري وان الطلقة اللي جت في الشاب الاسود كانت ممكن تيجي في شقة عيلة بيضة. وبيشوف مايك على موبايله فيديو للمدعية وبيعرف ان زميله ريان قال شهادته بان هو مذنب، فبيتعصب وبيروح له بيته لانه قال كلام يدينه، بس مش بيلاقيه وقتها. ولما بتعرف كانداس الكلام اللي قاله ريان بتروح المكان اللي بيبقى دايما فيه لان هو خان مايك، فبيقول لها انه شايف مايك غلطان لانه ما قدرش يسيطر على سلاحه، فبتتضايق منه وبتمشي. وبيقرر مايك يبعت صورته مع كانداس للصحفية على الانترنت زي ما المحامي طلب منه قبل كده. وبيروح لبيت كانداس وهي بتحضر العشاء وبيحصل ما بينهم مشكلة بسبب توتر مايك، فبتتعصب كانداس وبتقوله ان هو مش بيقدر انها بتحاول تقف جنبه وانها طبخت له بنفسها. فبيعتذر لها مايك وبيصالحها وبتقوله انها عارفة اللي عمله ريان. وبيكتشف والد مايك المسدس اللي مخبيه وهو بيدور على الأدوية في درج أوضته، فطبعا بيتصدم. وتاني يوم بتودع كانداس مايك قبل ما تروح شغلها وبيشوف رسالة على موبايله بأن الصورة اللي بعتها للصحفية وصلت، فبيندم وبيروح علشان يمنع الصورة أنها تنزل، لكن الصحفية بتقوله أنها انتشرت. فبيروح عند كانداس الشغل وبيحاول يبرر لها أنه كان يقصد بتصرفه ده أن هو مرتبط ببنت سودة وده دليل على حسن نيته تجاه السود، بس هي مش بتصدقه وبتقوله أنها وقفت جنبه وحاولت تدعمه وأن الناس حذروها هتتجوز من شخص عنصري ومش بتديله أي فرصة يتكلم، فبيمشي وهو ندمان لأنه خسر حبيبته. ولما مايك بيقابل المحامي بيكون مبسوط لتصرفه بنشر صورته مع خطيبته لأن ده هيحسن موقفه جدا. وبالليل بيتعشى مايك مع عيلته، ولما بيكون في المطبخ
بيروح بابا يكلمه عن المسدس اللي لقاه في بيته وبيفضل يأنبه ويقوله انت أناني، فبيدافع مايك عن نفسه وبيقوله انه عايز يحميهم، فبيرد عليه بابا ان الموضوع مش محتاج غير طلقة واحدة سواء بقصد او لا، وان مفيش حاجة متوقعة زي اللي حصل مع الشاب اللي قتله، وبيطلب منه يخرج المسدس من البيت وبيفهمه انه لو حصل له حاجة مامته مش هتقدر تستحمل موته وانها عايزة تشوف احفادها منه. فبيحس مايك بغلطته الكبيرة، وبنرجع للوقت الحالي وبعد مرور 3 شهور على الحادث، ومايك بيبقى واقف في المطبخ بيسلق بيض، وبتدخل مامته تنبهه علشان ما يأذيش نفسه من المية المغلية، وبيقرر مايك ان هو يروح لبيت والدة جوردن، ولما بيخبط عليها بتكون موجودة لكن مش بتفتح له الباب، وبيشوف مايك خيالها ورا الباب وبيقول لها انه آسف وانه هيروح للمدعية ويقول ان هو مذنب لانه كان المفروض ياخد باله، وبيتكلم من قلبه وبيقول لها انه عارف ان فقدان الابن صعب وان هو حب يقول لها انه هيعترف بذنبه، وبيروح مايك يتكلم مع بيل علشان يعتذر له وبيتمنى ان هو يرجع لكاندس وتسامحه، لكن بيل بيرفض ندمه وبيقول له انه شهر ببنته في كل حته وقال ان عنده حبيبه لونها اسود وبيرفض يسمعه، وبيقرر مايك انه ياخد المسدس علشان يرميه في البحر، وبيتصل وهو ماشي بكاندس وبيطلب منها تسامحه لانه عرف غلطه وبوظ حياه امه وحرمها من ابنها، وبيقول لها انه هيروح يعترف بذنبه بكره وبيطلب منها انها تستناه، فبتسامحه كاندس، ولما بيقفل معاها بيطلع المسدس عشان يرميه، فبيشوفوه 2 من الشرطه وبيسالوه لو هو كويس ولا لا، لكن في نفس اللحظة بيشوف المسدس اللي معاه، ولما بيحاول يدافع ويتكلم بيضربوا الشرطي بمسدس فبيقع وبيموت، وبيجي بعدها اتصال لأخته فبتعيط ومش بتقدر تقول لأهلها، وبتعرف كاندس من باباها باللي حصل فبيحضنها وبتنهار، وبعد فترة بتعيش مامته كأنها عايشة ميتة وبتفضل تهتم بهدومه وتبص على سريره، ولما بتنزل تجيب الخضار بتشوف هناك أم جوردن، وبيفضلوا يبصوا لبعض كأنهم مراية بتعكس الألم والحسرة على موت أولادهم. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك، ولو بتحب الملخصات الكوميدية تابعوني على قناة وصفحة مروة القاضي.